تذكر أنك ستقف بين يدي الله وشكر ربك. يوم يقول يا عبدي فلان أنعمت عليك، كم محسي سويته وسترتك، وترى الجنة أمامك يضحكون أهلها ويزفون إليها، وتنرى النار وأهوالها وسعيرها وجحيمها. أنعمت عليك، أكرمتك، سترتك، ليش عصيت؟ ماذا تجيب؟ ماذا تجيب؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم أقسم بالله كل شيء فعلته لا تجده أمامك في صحيفتك. اسمع، وأنت في ذلك الموقف العظيم الرهيب، وإذا السماء فتحت، تخيل فجأة، وإذا بالصحف تنزل، يا أخوان هذا اليوم سيأتي، والله سيأتي. وإذا بالصحف تنزل، تنظر إلى الناس، تنظر إلى من حولك، كل يريد أخذ صحيفته بيمينه، ما حد يبغى صحيفته بشماله، لأنه يعلم لو أخذ صحيفته بشماله إلى النار. فجأة وإذا بذاك الرجل يأخذ صحيفته بيمينه، يا الله أخذ صحيفته بيمينه، هاهم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. فرحان، الفرح والله هناك يا شباب، والله الفرح مو انك تعزز الكامري، الفرح والله مو انك تسوي بهادل، الفرح مو انك تضحك خويانك، لا لا والله يا شباب، الفرح مو هذيك الوظيفة، لا، الفرح هاهم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. في الدنيا كانوا مع الله، في الدنيا تابوا إلى الله، في الدنيا تركوا المحرمات، في الدنيا تركوا الدخان، في الدنيا أحبوا الله، في الدنيا صلوا الصلوات، في الدنيا كانوا مع الله، فكان الله معهم. وهذاك الرجل يضع يده اليسرى خلف ظهره، تدرون ليش؟ شباب يضع خلف ظهره عشان ما بياخذ صحيفته، بشماله ويرفع يده اليمين. والله ما ينفع تسوي ذكي ذاك اليوم، ما ينفع. يمكن في الدنيا خلت تسوي ذكي، خلت تسوي حق فله تمشي في الدنيا، لكن في ذلك اليوم الرهيب لا والله. فإذا بالكتاب يأتي من خلف ظهره، فيأتي فيسقط بشماله، فيمسك الكتاب بشماله، فيقول يا ليتني لموت كتابية. والله يا شباب هناك الندم، والله يا شباب هناك الحسرة، ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ربي يا رب يا الله ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يأخذ صحيفة بشماله، يا ويلتا ليتني لموت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه، عندما يقول الله خذوه، الله خذوه فغلوه، يأخذه 50,000 ملك، 50,000 ملك يجرون هذا الرجل العاصي إلى دار جهنم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا، بما أسلفتم في الأيام الخالية.
وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه.